واحمد دلوده شراي ماله قبيل أبقى العثمان لا سوي ماذي ماشي أساس سدح ماله كوشا كستان هاو كوكلة تغان مدح وينه واح كسر أولو النقل صومالي مجران هدي مشي يغن أنه مدلود هان أو قدومي بارلمان كريزل وزاريه حقوق نغو مغان تهي بوز كاسا دا أنه ربنا مشي يغن لك حقوق مدلود صومالي أغو مغان أما الدولود الفدرالك أغو مغان مجرت لكن أبقى العثمان مدح وينه أبقى العثمان مدلود أبقى العثمان شر سوق مقابنه وران نغن نعمل ينم إنا نسعبنه أدانا قبائل ذلك المدلود أنه أفقد قد لاي وأنا قصر أماتي يعني شير المدلود أقول ميد معها شير المدلود سوق من قابس معها حقوق المدلود كما قلنا مجرته يعني هدي حقوق ما قنت هاي المدلود بحديث إساق ما قنت هاي واتهي مقدشو حكا دعاي شير أي قبتين بلاها مدلود كاسي أو لشيغي إنه كل راسين يين حقوق ذلك ما قن دولود فضل على الكهي سماريا سلامار كهانا يشيغين قبل كبنادر يقار كميدا قبل دل كواينة يقو ما قنت هاي حقوق ذاسي شركاسي وحا كهالي سياسيين كلا دوان كواسي أو دليلي وحنا يمن كستوديا هتلفشك سوماري كيبل مرتقوا أو يقولوا سوغن يوسف حسن إسمان أو يسوي شركاسي كسور يوسف سولو وحد كور بحسا شركاني بيلها مدولة يقوق في سين مقالة مقدشو وام حي حد كيسور جيد هذا ما صنده إسماعيل هذيك داودي أشبه هذا سوماري كيبل فرصة دان قايلقة إن ما العلم كدب نهرتا سيل يابل أو أنا فيلي إنه شركة يكون بلابمي حن أقولنا هاي مركي شر مدلود ودعاء أما بيش مدلود كل ما أما شر وين قبسنا يان كي مع الرر مع النور مولع مع النور لو قبين جرو كله أو كلهم بلارن أو مدة بدل لقى بيران دقي جري إلا أفر بلود لا سدح بلود يسوع تقبل قابديسا شالي صبح قفل بصو مالي ذو حلي يا بور سوشيال ميديا وريجا يللي هاي مدلود حقوق كما كنت عايز كشري مقال هذا مقدشو أرين تاسنا أرين فجع يا مكاجي ومدة صو مالي تكون قطي ما دام مدلود مركي إن حد اللي ليه حقوقه كم غن حقوقه لو كم غن مدلود أنا غن عبيرة تمله أنا يقول إن كم إذا ضد كورة شبيش مدلود مدحوني جمهوري دي فدرال كصومالي هذا أهنين مدلودة إن مركا حقوق مدلود كم غن مله واسك برنامج نوع كلو اسك بربغانا إن مدلود حقوق ضوء بدن الصومالي هيستو مدلود هيستا قدومي أقبل كبنادر مدحوني جمهوري دا مدحوني استيت كهر شبيل محكمة ذيه مال والبادي وما أنت اللي تقو أما لك بالبو دولن ده مجد كميدة مدلوت قبل بيكوجران. مركا إن ما أنت ومدة سوماليا مسك حد وذي عقل جود اللجوء يارو لي هذا مدلوت الشراء حقوق كم غن. إن واحد هذا الله يا أبو إن أنا هان ما دام أنا هاي إن أنت بدو أقول الله يا أريمه بيش يس قارن بيش مبلين عثمان وكذا شيء. على يا هاي شركة سو حكي جرم ملة. إن مدلوت ومدة ماين مدلوت مركا ده هان وابيلا بدو نوصل نشوف سوتجي. إن بيش إذا إن يو بيشان بيشان كذا شو مبلين عثمان. وعلان وجيجين انت بدن قبائل ذلك اللي مدلود متجن مرك ورك ورنا معرب انا كسو كوبو يعني شير مدلود ولا ميد معها شير مدلود سوق من قابس معها حقوق مدلود كما قلنا مجرته ان هدي حقوق ما قنت هاي المدلود بحديث اسا ما قنت هاي او حد مدحوني جمهوريد وانين ابقى العثمانه ان شاء الله ماشي وحسوي ما الا حدنا شرع الا برين شر دونه ما هن مدلود وان من كان ان هدي حكم كيستو انا نل شو ابقى العثمانه هو شركاسي meenan laga yeerin aad maratay ugu soo horjeesatay oo aan lagu tishan mise waxaad leedahay wax xuquuq oo ka maqan habeeratay ma jiraan dadkii lagu casuumay oo lagu marti qaaday oo invitada la siiyay dadna cancel lagu yiri dadkaas aan kamid ahay marka aadna waxaan u rajaynayaa hadii xitaa la shiraayo in talada iyo qaban qaabada iyo hawsha socoto mudulood uu dhamaado in afar qof oo mudulood magacooda sheeganaayo oo hal qabiil ah إني بورد الجيان ومدي سوى عن كالي بريس عن يا عمير أنا هذا بيش مبلين عثمان قاسة أنا جو كهلا أنت الظلمن ما قاعد مدلوت كل ظلمن إن وحنا لا هاي شركة شر واحد كجرا غيرها تما مرك أنا ضد كل واحد زوما اللي وين فيها تاري ودي ذا كم ذا لكن سو مدة كرت يجو مدحيني دلك دورش على وسو كنا أو لو ما كان مدلوتين قاطع سلا مدة هرشة بلا دورشو كويمت وابكه هوري مدحينها سوماليا حليه وحياه سوسو بيج مركز لقى صوت تجا صوت حقوقه كانوا يرير كم مقنان كان هذا نيو مدلوت قبائل له حقوقه كم قين واجران وحكم إذا قبيل كأنا كان الشو مبلين عثمان وحكم إذا وعذان عثمان وحكم إذا إلا واي عثمان إن وحي حقوق اللهين وحقاتي ولا لهن إن أبقى العثمان قاتين مركو حقوق الدين للرب إن مدلوت كم قنتهاي مدلود كلو أنا جاي نجمع قنطاي وحنا كم قنطاي ولا ليه نكون قنطاي دولة الفدرال كانوا نجمع مغنا هدي اللي شراء اللي سوي معنا حقوق مدلود كم قنا من مدلود كل حقوق لور رادينا أنا جاي حقوق ذي إن الله سيأكوه أبقى العثمان ولا ليه إلهه بذي وبركي
madaxweynaha jamhuuriyadda waay meel walba ayaga joogan xukunka ayaga haysto generaalka ciidamada haysto ayaga 10 safiir leeyeen qosol leeyeen hada in waxaan warka dhan markaan soo qulaasay waxaan u arkaa in anaga oo aan beeshan ka dhashay beelaha kale mudulooda dulman ee wax dawladdi federaalka Soomaaliyeed oo anaga aan madaxdu u nahay anaga mudulooda oo waxa uu kuysan in anaga nolugu maawelinayo marka qof walba Soomaaliyeed meel walba joogashada waa wax aad aad meeshan wuxuu aad u la yaabay noqotay because madaxweyne wax ka sareeyo oo la noqdo Soomaaliya ma jiraan haddii ma sheegin anaga mudulood ahaan oo guddoomiyaha baarlamaanka ra'iisul wasaarihii ee xuquuq noogu maqan tahay booskaas haddaa anaga rabna ma sheegin laakiin xuquuq mudulood Soomaali ugu maqan ama dowladda federaalka ugu maqan ma jirto waxaa kaloo ceeba maadaama maanta nin madaxweyne waddanka ka yahay nin Abgaal Cusmaana oo nin mudulooda in shir noocaas oo kale oo aan u qalmin in la qabto waxay dacayad ku tahay madaxweynaha dacayad ku tahay magaciisa iyo sharafta mudulooda dacayad ku tahay waxaan ognahay farmaajo waddanka 5 sano la soo dhaaf madaxweyne ka ahaa hal maalin mareexaan oo shiraay ama hal maalin xuquuq mareexaan naga maqan tahay ama daarado dhahay cid sheegi karta male marka wax walba in laga fiirsado oo lagu baraarugsanaada Jubbaland iyo Puntland madaxda xukunta oo xilligaas madaxweynaha taradii haysteena ku qoonda ahaayeen maan walba ay dhahayeen jireen xaq inay ka maqan yihiin sheegi jireen inta badan waxay isu haysteen waa kursiga siyaasadda meesha ugu sareysa waa kursiga madaxtinimada laakiin xuquuqa ayaga maqan ee shaqaalaha hoosaa la isiinin iyo meeshaana ayagu duusan iyo hebel leema siinin sida hadda meesha ka yeelayso kale hadda qof daarado inta meel soo istaago dhihi jiray ma jiraan marka madaxweynaha ayaa la karaami dirin yaa la karaami xumeynin madaxweynaha shaqo fiican u hayaa ummadana dooratay madaxweyne mudulood maaha waa madaxweyne Soomaaliyeed waddankani dalkaana loo doortay annaga haddii xitaa aan ku dhibanahay dowladda federaalka waxay ahayd inaan qarsano inaan muujino in madaxweynaha inuu annaga naga dhashay laakiin in meel inta la soo istaago mudulooda xuquuq ka maqan mudulooda xuquuq ka maqan waa jirtaa aniga beeshan ka dhashay ee beela kale mudulooda oo Moobleen Cusmaane kamid tahay xuquuq ka maqan waxaanu noogu maqan tahay walaalaheen dadka dhashay shirka meeshaas abaabul isugu yimaado boorka dhigsaday ayaga noogu maqan tahay walaalaheen waxaan ka codsanaynaa shalay dadkii shirka sameeyay hadii qurbo joog yihiin iyo hadii mudulood kale yihiin war Moobleen Cusmaane xuquuq qabaa'il kale oo Abgaalka kamid oo Galmaax iyo Nuse kamidina xuquuq ka maqanay bal gogol oo mudulood iskula xisaabtamay hadhigan haddii leeyihiin dad mudulood oo cadaalad falaha dayihiin laakiin magac mudulood lagu ciyaaro oo maalul magac mudulood qabiil gooni kaarku ku xuqdaa la rabaa anagana taas waa faahfaahin haddii shir mudulood la qabanayo waxaa waajib ah inta mudulood u dhalatay mudulood Abgaal kaliya ma ahan Moobleen kaliya ma ahan qabaa'il badan oo isu tagay waa in laga ogaado ajendaha shirka iyo wixii laga hadlaa iyo sababta loo shiraayo iyo marxaladda ku soo beegtay in xilligan la shiro laakiin tan si shalay oo kale waa fajac waa wax oo aan fahmi wax laga wado mudulada xuquuqda ka maqan dhexdiisa ku maqan tahay qabaa'ilada kale oo aniga aan ka dhashay kamid tahay ee ka maqan tahay gogol hal la dhigo mudulada ha xisaabtamo haddii madaxweynaha jamhuuriyadda ay qaateen walaalaheen Abgaal Cusmaan annagana waxaana laga rabay Moobleen maadaama nahay wasiir ku xigeenkii wasiirkii wixii la helay in annagana la siiyo marka xuquuq badanaa annaga naga maqan beelahan naga maqan beelana badan ka maqan shirkaasna waa shir jira ma ahan shir Abgaal Cusmaan kaliya qabsad waaye Moobleen Cusmaan shaqo kuma leh Wacdaan Cusmaan shaqo kuma leh qabaa'ilada kale mudulada shaqo kuma leh hadda wixii communicate ka soo baxno arki doona halojuga in shirkaasi la qabto marka laga soo taga shirka ma waxa leedahay dadku ay wax ka maqan yihiin waxa ugu maqan yihiin mudoo dhaxdiisa waana anaga dadka wax ka maqan yihiin oo dadka shiraya hadda shirka qabanayo uma dhamo mudulood dadka hadii wax dad ka maqan yihiin anaga naga maqan yihiin leedahay hadii mudulood wax ka maqan yihiin ee mudulood wax tirsanayo dowladdu inay noga maqan yihiin laakiin saami qayb siyaasi jira meeshan 4.5 ee Soomaalida ku qabsatay hadda Abgaal madaxweynaha jamhuuriyadda waa madax meel ka koray la salaaxay ma jirto waxaan rabaa Ismaaciil inaan ku dhameeyo magac la isticmaalo oo mar walba lagu orkacsado oo anaga lagu dulmiyo oo qabiilka ani aan ka dhashay kowkiya dadka lagu dulmiyo magaca mudulood inay wax mudulood la dhahay ma jiro mudulloodnimada sidaaba ma ahan shirkad ama kambani ma ahan waa qabiil dad la dhashay oo isku xuquuqa wixii xuquuq mudulood lahaa waxaan rabaa inaan rabo warkii aan ku sheego wixii xuquuq mudulood lahaa waxay ku maqan yihiin oo qaatay in dadka shalay shirka qabtay iyo madaxweynaha jamhuuriyadda qoladiisa Abgaal Cusmaan oo madaxweynaha ka dhashay fiiri mudulood markii la yiraahdo waa shira mudulood guddiga qabanqaabada shirka qof Moobleen Cusmaan kuma jirin qof qabaa'il kale kuma jirin markii hadda la yiraahdo saami qaybsiga mudulood aniga hadda beelaan ka dhashay hal xildhibaano federaalan waddanka Soomaaliyeed oo dhan ku leeyahay agaasimo kuma lihi wasiir kuma lihi wax kale oo dowladnimada Soomaaliyeed kuma lihi shaqaalaha rayidka kuma jiro hoggaan ciidanka kuma jiro safiir ambassador ma lihi
وحي حقوق مدلود الله أردن دتك قاتع دن وحلي مدلود حقوق مكان والمدلود كحقوق ذا كم كنت هاي إلا الرب إن حقوق ذو ذهلان وقبيل كأنا أن كده شوكو وبيش إذا ما بلين عثمان أو دول نمذا إما جع مدلود كدول من أو لقطن تي وحقوق ذو ديجان كده تاع يا ددل كتاع دي فدرال كتاع حقوق هدي للرب إن مدلود كم كنت هاي للراديو مدلود مال التسوي ماله سيسمان وحقوق قبصدو عدالة وحلاق قبصدو مدلود دحدي سنة ها حساب تمام taas horta markii ugu horeeyso oo muddulood soo imaanay arinta ugu horeysa laga hadlay waa saami qaybsiga muddulood dhexdiisa laakin waxaan rabnaa in raayul caamka aan la qaldin waxaan rabaa ismaaciil loo ku dhameeyo in Soomaali aan la qaldin war madaxweynaha jamhuuriyadda gudoomiyaha gobolka maxkamada gudoomiyaha maxkamada gobolka Banaadir iyo taliyaha ciidamada iyo nabad sugid iyo ifir gudoomiyasha degmooyinka kull abgal Uusmaan hal qof kale oo muddulood magaca muddulood shaqto wuxuu ku yimaada anigoo nin mobile Uusmaan فيري مايركى غوفرنر كغوبل كقاتن ولا عليه نلا شعب قال عثمان ممنين أنا جا مدلوتك كلا وأنا جا بيشي ذا كمتها موبلين عثمان إن قدومياش دقمين كتها القدومي لسي قبى إلا كلا الصوماليات وملك كلا كي ما ذم إن مدلوت هن عدل كان يقبل كان إن قدوميال كا حقوق له ومحكمة دي يجوا وأنا جا محكمة ده متجوعنا حفيز دي دولة متجوعنا قرص مال دولة نمذا الصوماليات أن سلق لنا المجرد ما جا إن مدلوت ولا استعمالا ما جا إن مدلوت كارل حضور على قدكتي meel walba loo soo imaanay abgal inta magacud abgal qaryaan waxay leeyeen muddulooda shara ee markaas dana la leeyahay markaas lagu orkacsana magac muddulood dad wax ma garata magac muddulood mar walba ana waa faansanay dad badan oo Soomaa oo muddulood kale waa faansayeen in magac aan muddulood loo sinaado dadka ay u wada dhashaan ay u sinaadaan ay isku xuquuq aadaan ama magac aan muddulood lagu kala tago ani waa lagu dulmi dadku lagu dulmiyaana war dowladnimada Soomaaliyeed anigoo nin muddulooda anigoo nin mobileen Uusmaan aan ku dulmo محل قشرة مركو عقوق ذا مكان محيطه مدحوني جمهورية الصومالية دوانين مدلولة مدحوني جمهورية الصومالية راس كي صوص مدلول حتى وحقوق لا يعني إنه وحي خلال دولة دوس أنا مدحوني ما دام أنا وحي خلال كل الدولة شقالة يرد بقلال لأن يرى أننا جن نجد الله تقبل كي كده شو إنه مبلغ إسمارة تمام كل إلى باتكو كل بجامع على كبعان وزير ملء وحش شق جينا ملء عيدك كم جر وجانا عيدك كم جر سفير ملء قصول ملء ورمى قاعد مدلول دوالسكو سرانيو وأنا لسكو قلدا dadka shirkaas qabsanayna Soomaali waxaan rabaa inaan u cadeeyo anoo nin muddulood oo mobile Uusmaan wax muddulood shiray male qabiil abgal Uusmaan la dhahay suu yimaaday meeshaas saddex maalmo ku shakistan ha ku kala tagan laakiin anagu waxaan taagan xuquuqda mobile idon meel la saarin oo wixii xaqan u leenahay dowladnimada Soomaalida xaq u leenahay oo madaxweynaan xaq u leenahay oo dalkaan xaq u leenahay anagoona taas waxaan aaminsanahay in muddulnimada lagu dulmi muddulnimada banaanka ka joogno waxa jira qabiil kale oo shiray oo ka shiray dowladda markay cusbeed in xaq ka maqan yahay dowladdu ugu maqan yahay qabiilada kale ee sida saxda ah wax ugu maqnaa markay loo eego ee talada dalka inay hayaan mudrood sidee idin arkaan oo sidee leedahay way idin arki karaan hadda dadka ayaabaybo macnaa waxaan rabaa Soomaalida wax la yaab leh noqotay adigoo taladii dalka hayo adigoo madaxweynaha jamhuuriyadda ah haddana mudrooda xuquuq ka maqan tahay diin leedahay ka war maanta su'aasha inta dadka shaqadaas ama hooshaas qabanqaabadeeda waxa la rabaa in la weydiiyo مدلود حقوق كم قن إنا شرحان نيو مدلود حقوق كم قن بيلاها شرعي مرصدة حق أولين مدحويني جمهورية ما رئيس الوزراء ما قدومي برلمان كما دولد وحبا كتب كران حواد الواشرين دولد وحبا كتب كران سيدة السياسة دا وتبش مر الوجري لكن أنا جو حنا الجربي هدي مدلود شرع إن مدلود سوي ما مدلود سامي قيبسي عدالة درد مدلود صدق قصنا التاجن قبيل لبضن ومدلود الوجود المناي إلا قشرائه لكن أبقى العثمان مدحوينا أبقال عثمان أب مدلودة أبقال عثمان أشير سوق من قابلنا ورانا قلنا إن عملية نم إن صعبنا أدانا قبائل ذيك المدلودة إنه أفقد قاد لاي وأنا قصور ما طي دول النم ذا حكومة يسنو دلك حكومة يسنو حقوق كملهن وأسكاء مسنين وأسكاء صبر سنين مرك يان لجو كلفن إن مجع مدلود أنت ماشي صار صعب منه أنا هو كبحني أنا قو أقول لني مبلين عثمان يأبقال عثمان لا وقفوا إصلاحنا شو إسكو حقوقه وين تمن سفير ليه قنصلي أي قاله wax walba ayga qad warqabaylada kale muddulood maxaa loo hanbay maxaa loo reebay maxaa la dhahay war waxaan idin reebay markii aan rabnay inaan xisaabtanana magacaas muddulooda lagu dilo markii niyo sheekadaas waa shimbiriyo heesa wax meel leer gaarayna ma aha hadda kuwa maanta ima shalay shiray ee magac muddulooda sheeganaayo haday berita communication shirkad ka soo saarayaan ee daacad yihiin ee magac muddulooda daacadkiin mobileen ha soo qaata communication ku soo diraan hadhan madaxweynaha muddulood waa dulman yahay anagu abgal ma dulmin أب موبلين عثماني أو عذان عثماني قبائل ذكر ودلمين ديجان كان حكومة له دولة وحكومة له وزارة وحكومة له
فيري سمنارد له الحكومة له إن جو يد الحكومة له ما رياش الله معه الحكومة له تدبع قاسمي أبقى ليهن أنا أفكينا كوعدلان هذا ولا لجريين هذا مدلو دم قنايان قبل كان بنادر حقوق ذي مدلو الدنيا ولو رادكرا لكن مدلوت وقعما أسيستو أسكو قلب يا أو الزعل أو سيسا حنوحو قاطي أو سفيرينين أو حلو قولا ذكرا كومينيكي غاس وحان كربنا هدي يهين لمن مدلوت مدلوت المدى حلال كين أنا وحان تنسرين ماشي المدلوت سكوتو قل أبقال تقي كومينيكي غاو كوصو دران حقوق ذا بيشي ذا كمغن إني كادلان هدي كلا هدي واحد لغادة روبا دايو هبلا بورا لجبتي وحاس نيو وح وحاس أنا وحان وارقنا مدلوت كان إلو قم أولينا نلوك سحنا هينيو مرا أقبلين وقتي أنا جا النادي فرينتو قد بيسوء دير الهات بيرها يو نحن أقول صار يدل كاتو دير الهات يو قرضة شركة قبل السبع عاد ساميهان سكو سامي تين ومحي ومدة سومالي دارت عن كذا اللي قلنا أنا ما قاعد مدلوتك هلا يو إن وحي شال ماشى سكت عيو حي مالمان صعود أنا وكذا اللي قلنا مدحونا جمهورية سومالي وما قل إن حلي كانوا كلبوخ سياسة الغفرة أنا جون نقدر شيء أنا جا مدلوتة wixii umada Soomaaliyeed oo raayigooda aqligooda lagu ciyaaray ee ka falciliyay ama media ama meel walba haato anigoo magac mudulood ku hadlayo horta raali gelinaan ka bixinaya waxaan leeyahay mudulood shalay ma jiro mudulood xuquuq ka maqantaa ma jiro waxaan leeyahay mudulood isdulmiyay ama meeshaas tagay xuquuqda mudulood ku maqnaa waa loo xisaabtama taas waa koow waxaan rabaa umada Soomaaliyeed midas ka raali gelinaa siyaasi aan mid kale aan rabaa inaan ka hadlaa waxay tahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed waxaan rabaa baaqi inuu gaaro madaxweynow أفر سنة هرا مدحونا سوء هيد مركي اللبادة تماضي بيش موبلي ولي كوري كو فيريني حقوق بدنا كاقا مقن مدحونا حفيس كاقا لتليح تا كوميليين ما وحان كلينا اقاسيما كوميليين حبيس كريز الوزارة قبل كان بنادر او مدال او قدوميا حقوق كوميليين انقو هيبيو انقو هوية انقو هرابة انقو مدلو دا مدحونا وحان لايه هاي مدحونا وصيدة او نقصيها بدن عطسيقا بيش موبلي وقوسو الجواب حقوق دي دولو دي كلها سي وكان هنا قدر سفيرة وحكسي أجلس ماش وحكسي وزيرة وحكسي مدعونا باقسان ودراي وحنا الله هاي آذي آذن وما سنتين بهذا سومالي كابل فرصدان إسيسي وحنا ذلنا وما سنتين قد هانتا سي عن كسو قبل قبيني يا برامج كحول كورارك وذنا سعسينا نوا اسماء البريسة لنكا فرصة مدي كاميرا دوحا برامج كي قاعويني انجنير اسمان عادل كاميرا دي فرح يوكي برامج كي قيبتان فلانقينتا وانكو فلانقينيني شركة بيلها مدلود مقدشو كو قبسانيا يعني حتى لأننا كدلتي سلامر كانا سياسي يوسف حسن اسمان و إلفلان قيني إساقونا كميد أح بيلها تباشادا كاقب دولود دو وحونا الشيغي إن شركة سي أوسان حبوانين وقت كان لقبتو سلامر كانا يسنجرين حقوقا مقان دولود دا برسطاز بدل كيدنا يقول لحظو دي حقوقا مقان تاهي انتاكو كل مدون برامج كان برنامج لأينا وحدا كاكتنا سياسي ومانا الله